السلام عليكم أحبتي الكرام، وصلنا إلى الدرس 95 من هذا الكورس المميز. كلمة اليوم كلمة boy. boy 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 بمعنى ولد، سوف نشرحها بالتفصيل خلال دقيقتين مع أهم المرادفات. الآن اضغط على إعجاب، اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس. كلمة boy لديها الكثير من المعاني، بمعنى صبي، ولد، شاب أو شخص. boy boy، هيا نأخذ الشرح المفصل لكلمة boy. المثال الأول: male child or young man، تأتي بهذا المعنى أنه طفل أو ابن، ولد أو شاب. الجملة الأولى: there were old and young people. old and young people، كان هناك أشخاص كبيرين وصغيرين في العمر. little boys and girls، teenagers and babies in prams. teenagers مراهقين، and babies in prams، وأطفال صغار في عربات الأطفال. مثال الثاني: she put her little boy to bed. وضعت طفلها الصغير على السرير. She put يضع her little boy طفلها الصغير to bed على السرير. أما أهم المرادفات لكلمة boy، عندنا كلمة young man فتى، young man. male child ابن ذكر، male child. school boy تلميذ، school boy. وكلمة child بمعنى ابن، child ابن. الآن حاول أن تكتب جملة، تكون جملة مستخدما فيها كلمة boy، اكتبها أسفل هذا الفيديو ليستفاد منها الآخرون ولتختبر معلوماتك على وقدرتك على تكوين جملة باستخدام كلمة boy. كون جملة قصيرة باستخدام كلمة boy واكتبها في التعليق. شكرا لكم على المتابعة، وانتظرونا في الدرس القادم 96 قريبا مع كلمة جديدة ومهمة أيضا، كلمة break. break سوف نشرحها بالتفصيل أيضا. شكرا لكم وإلى اللقاء.